الحمد لله على السلامة يا ماما. حضرتك ردي بدري ليه؟ يا ميعاد الطيارة اتغير ولا؟ أنت مش قلت هتيجي الساعة 5؟ هي مالها؟ وجاب بدري ليه؟ أنا قلت لكم ميعاد الطيارة غلط. الطيارة هتوصل الساعة 2، قلت لكم ميعادها الساعة 5. ليه يا ماما؟ عشان مش عايزاكم تقابلوني. فهمتوا ليه؟ ما دام ما سمعتوش كلامي ورحتوا لباباكوا وجالكوا هنا ما تلزمونيش. مش عايزاك يا زهرة. من فضلك يا بابا. من فضلك انت تسمعيني. يا بابا دول ولادي، يعني لازم يسمعوا كلامي وينفذوه. وانت بنتي ولازم تسمعي كلامي انت كمان وتنفذيه. انا عمري ما خالفت حضرتك. الا دلوقتي. هو انا كده بخالف حضرتك؟ انت اصلا مش عايزه تسمعيني علشان تخالفيني او توافقيني، وما اعتقدش ان ولادك ممكن يتصرفوا معاكي كده. ولو اتصرفوا معاكي كده تبقي انت اللي علمتيهم. علمتهم ايه؟ حضرتك مش عارف هم عملوا ايه؟ وحضرتي شايف كمان انك هتعلميهم يزعقوا في وشك زي ما بتزعقي كده. عايزه تتفهمي او على الاقل تسمعي، يبقى تتفضلي تقعدي. انا اتكلم وانت تسمعيني، وبعد كده تتكلمي واولادك يسمعوكي. ما انتش فاضيه وما عندكيش استعداد للتفاهم، انا ماشي. ولما يبقى عندك استعداد تسمعيني انا في البيت. بابا. اتفضل. انا تحت امرك. تعالوا يا اولاد. اقعدوا يلا. أولاً أنا اللي قلت للبشمهندس أحمد الشيخ يتفضل هنا، وقلت لأولادك يقابلوه. قالوا لي كده يبقوا بيخلفوكي، قلت لهم أنا المسؤول. حضرتك عارف. من فضلك ما تقاطعينيش. حاضر. لا أنا ولا أنتِ ولا أولاد أحمد الشيخ من حقهم يحرموه إنه يشوفهم ويقابلهم. أنتِ مش لازمك. مهندس احمد الشيخ هو لازم ولاده اللي تنزل لهم عن الفيلا دي لما حضرتك طلبتيها. شايفه انك انت صح وليكي حق، خدي مني انا. بس خدي بالك انت مالكيش اي حق انك تحرمي اب من اولاده او تحرمي ولادك من ابوهم. بلاش تقطعي كل القصور ولا تحرقي كل المراكب. احتفظي باي جسر، اي خط رجع بينك وبين. مش هتضايقي أهم من ولادك دول. وإذا كانت كل المودة والرحمة بينكم انتهت، فدول ولادكم. خليهم هم المودة والرحمة بينكم. تصبحوا على خير يا ولاد. حضرتك وأنت من أهم جبته. ماما. ماما. اطلعوا فوق. يا ماما مش عايزه اسمع منك ولا كلمه. اتفضلي على اوضتك، وانت كمان اتفضل على اوضتك. الو. مساء الخير. مساء النور. ارجو انه يكون الوقت مناسب. مناسب لايه؟ للمكالمه؟ احنا مستنيين حضرتك على العشاء. اولا بلاش حضرتك. حاضر. وثانيا انا اللي عازم حضرتك على العشاء. خلاص انا مستنيه العزومه. وانا جاي حسب الميعاد. تشرفنا يا رأفت بيها. من فضلك رأفت بس. تشرفنا يا رأفت. باي باي. هنتعشى بره. ايه رايكوا؟ حضرتك رديتي عننا وهتعشينا بره؟ يا حبيبه قلبي انا راضيه عنكم على طول، وانتوا عارفين. لا مش على طول. طب ليه ما نخليش الرضا ده على طول؟ حسب العزوم. ها هنتعشى فين؟ والله احنا علينا نختار. احنا مين؟ انا وانتو. هو مش حضرتك اللي عازمانا؟ تقريبا. لا تقريبا. لا انا فهمت جدا. وكده واضح ان حضرتك هترضي علينا على طول، صح؟ فهمتي ايه؟ بابا اللي عازمنا، صح؟ وحضرتك اللي جاي تقول لنا. لا مش باباكوا اللي عازمكوا. امال مين؟ خاله؟ جده؟ ولا خاله ولا جده، ده رئيسي في الشغل، السفير اللي انا بشتغل معاه.
حب يتعرف عليكوا فعزمنا كلنا على العشاء. ايه رايكوا بقى نتعشى فين؟ مش ده اللي حضرتك كنتي مسافره معاه؟ اه ها هنروح فين؟ هو قبل ما حضرتك تسالينا هنروح فين تسالينا هنتعشى معاه ولا لا؟ طب وليه لا؟ هو انتوا ممكن ترفضوا عزومته؟ هو ليه يعزمنا؟ عشان انتوا ولادي. ايوه بس هو رئيس حضرتك في الشغل مش رئيسنا احنا. مش رئيسكوا؟ ولا بابانا. هو لازم يعني باباكوا اللي يعزمني واوافق؟ لا طبعا مش لازم يعزم حضرتك ومش لازم حضرتك توافق. انما احنا لازم نوافق لانه بابانا. معنى كده انكم مش هتخرجوا معايا؟ مع حضرتك اه انما مع راجل غريب لا. غريب؟ ايوه ما نعرفوش حضرتك اللي تعرفيه. عاوزه تخرجي معاه دي مساله تخصك احنا ما نقدرش نقول لا عشان حضرتك مش هتقولي لنا لا لما بابا يعزمنا نخرج معاه. انتوا نسيتوا ان انا مامتكو؟ لا حضرتك اللي نسيتي ان المهندس احمد الشيخ يبقى بابانا. واضح انه وصل. طب ممكن تستقبلوه كويس؟ طبعا يا ماما تاكدي ان بابا مربينا كويس. ام سيد ام سيد. نعمين يا مدام. افتحي الباب. هو الجرس كان ضرب يا سياده السفيره. هيضرب هيضرب دلوقتي يا ام سيد. صدقتي افتحي الباب بقى. ازيك يا ام سيد؟ مساء الخير يا زهرة. أفندم في إيه؟ تسمحي لي أدخل؟ أسمح لك. ما أنت بتيجي وتدخل من غير ما تستأذن. ده في غيابك يا زهرة. لكن طالما أنت موجودة لازم أستأذن. على كل حال لو ما سمحتليش مش هدخل. عايز تدخل ليه؟ ممكن أعرف؟ كنت قلتي للأستاذ شوقي إنك أنت عايزة نصيبك. وجايلي دلوقتي من غير ميعاد عشان آخد نصيبي؟ بيتهيألي إنه حقك. وانا مصر انك انت تاخديه. تسمحي لي بقى ادخل؟ ما هو مش معقول هنقف نتحاسب كده قدام الباب. وحشتوني وحشتوني قوي. قولوا لي عاملين ايه؟ الحمد لله احنا كويسين قوي يا بابا. حضرتك جاي عشان نتحاسب. يعني حاجه مالكوش فيها. وما ينفعش تقعدوا معانا. ممكن بقى تتفضلوا فوق؟ اتفضلوا. انا شايفه انه الاحسن ان الاستاذ شوقي كان خلص كل حاجه وجاب لي حقي. معلش نقعد هناك عشان نقدر نقدر احسن. اتفضل. دي كل المستندات والعقود بكل اللي نملكه حتى فلوسنا في البنك. انا مش هاخد غير نصيبي حقي تمن عمري اللي ضيعته معاك وشغلي اللي سبته ومستقبلي اللي رميته ورا ظهري عشان اقف وراك. وانا موافق قدريه زي ما انت عايزه. انا شخصيا شايف انه ما يتقدرش. عايزة ايه يا زهرة؟ النص؟ التلتين؟ أكتر؟ الولاد قالوا لك إن أنا مسمي الشركة باسمك؟ وأنا مش موافقة. مش موافقة إن الشركة تبقى باسمك؟ مش موافقة شركك في أي حاجة حتى لو كان اسمي. أنا شايف إن أنت اللي عملتي الشركة دي وعملتيني أنا كمان. انت كمان عملت بيه. من فضلك شوف نصيبي ايه عشان ننتهي بقى. حاضر.
دي عقود الأرض المكتوبة باسمك، دي اللي مكتوبة باسمي.